نادى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية. يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية التي نفذها طلبة الأكاديمية أثناء تنفيذهم طابور اللياقة، وأشاد بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس. سلام عليكم. سعيد أن أنا ألتقي بكم النهاردة وأتكلم معكم شوية. أنا عارف أن الاختبارات النهائية للكلية أو للأكاديمية خلصت بالكامل، وأتصور أن احنا الوقت بنستعد لحاجتين في وقت واحد: تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية ومن الكليات العسكرية بالكامل، وأيضا استقبال دفعة جديدة من الطلبة الجدد إن شاء الله. الحقيقة بالمتابعة مع يعني القادة في القوات المسلحة ومع مدير الأكاديمية، أنا بطمئن دايما عليكم، وحتى من خلال الزيارة والالتقاء بيكم والحديث معكم بيزداد كل يوم تقديري للجهد المبذول وللإعداد الكبير اللي احنا أو اللي بتقوم به الأكاديمية دلوقتي في فترة بنعتبرها فترة مهمة جدا، واحنا في كل يوم في تطوير مستمر. وبالمناسبة النقطة اللي أنا بقولها ديت إن احنا نبقى دايما في تطوير مستمر، ده الحال أو ده سنن الدنيا، واللي يتوقف عند حال معين أو عند موقف معين أو عند تطور معين، التطور ده هيبقى ناجح لفترة ثم هتتجاوزه الأحداث بعد كده. وبالتالي زي ما بقول كده إن احنا محتاجين دايما، وأنا بقول لكم الكلام ده وأنتم يمكن يعني سواء كان الطلبة اللي هيتخرجوا أو الطلبة اللي موجودين دلوقتي، تبقى النقطة دي واضحة بالنسبة لهم: إحنا في تطور مستمر، هو ده حال البشرية وده حال الناس. مهم أوي إن أنا برضو أطمنكم على حالنا، وأنا يمكن كنت في السلوم من كام يوم، والمهم فيها إن أنا بأكده معاكم دايما إن إحنا لم نتوقف أبدا عن العمل. وزي ما قلت هناك وبقول لكم برضو، إحنا في عمل مستمر على كل قطعة أو كل شبر من أراضي مصر. طيب الأزمة اللي كل الناس متحسبة منها وكل الناس قلقانة منها، عدت علينا أزمات كتير في مصر، وبالجهد وبالمثابرة كانت هذه الأزمات بنعبرها إن شاء الله. والأزمة اللي أنا بتكلم فيها دي برضو الأزمة الاقتصادية اللي احنا بقالنا دلوقتي بنعاني منها، وزي ما قلت كده برضو إن احنا مش كنا سبب فيها كظروف عالم، يعني سواء كوفيد 19 موقف الدنيا كلها بالكامل وكان ليه تأثير سلبي أوي على الاقتصاد العالمي واحنا مرتبطين بيه بشكل أو بآخر، أو الأزمة الروسية الأوكرانية وبرضو وتأثيرها على الأسعار وكده. مهم أوي إن أنا ايه اللي يهمنا في الموضوع، ان احنا بنقول رغم الازمة الكبيرة ديت ورغم ارتفاع الاسعار بتاعت السلع الاساسية، حتى مع الجهد اللي احنا بنبذله، يمكن انتم خلال شهور قليلة ان شاء الله هنكون حاطين على خريطة مصر حجم ضخم جدا من الاراضي الزراعية، سواء كان في الدلتا الجديدة او في توشكا او في شرق العوينات، احنا بنتكلم على اكتر من يعني لو مجموع الأراضي دي كلها حتى في سيناء كمان، لو حطينا مجموع الأراضي دي أكتر من 3 مليون فدان مع الريف المصري كمان، يعني احنا بنتكلم في كمية ضخمة جدا. عمل وجهد وحجم أراضي عشان تعمل إنتاج زراعي غير مسبوق في فترة زمنية مش كبيرة قوي. طب حتى مع ده
هنبقى احنا محتاجين يبقى عندنا استيراد لسلع اساسيه زي القمح والذره وزيت الطعام. ايوه بكميات كبيره اكيد، ان احنا على الاقل بنتكلم في 18 19 ويمكن نوصل ل 20 مليون طن قمح، حجم الاستهلاك المحلي في مصر في السنه الواحده. حتى لو احنا انتجنا نصه هنبقى محتاجين نجيب 50% من خارج مصر، وبالتالي ايضا احنا بنستهلك منه وبنستورد منه كميات كبيره. عشان الناس تبقى شايفه ليه احنا الاسعار زادت علينا. زيت الطعام احنا بنستورد اكتر من 90% من استهلاكنا. بالمناسبه كل اللي انا بتكلم فيه ده احنا بنستورده بالعمله الحره وبنبيعه للناس بالجنيه المصري، ويبقى بالتالي مطلوب ان احنا ندبر دايما عمله تكفي كل مطالبنا ومستلزمات الانتاج وحاجات كتير قوي. احنا بنتكلم على ارقام كبيره قوي. نتوقف قدام مش الارقام ديت، لكن نتوقف قدام الظروف اللي بتمر بالعالم وبينا واحنا بنتاثرين بيها، لكن احنا متوقفين؟ لا. طب احنا في حاجه تقلقنا على ان يبقى في يعني ازمه في المواد اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ لا طبعا، احنا عاملين حسابنا دايما ان يبقى في يعني من 5 ل 6 شهر احتياطي من السلع دي كلها بالكامل، عشان تبقى دايما عندنا فرصة ان احنا نجابه اي ظرف. نفس الكلام على الوقود، احنا بنتكلم في 10 مليون سيارة بتتحرك كل يوم على امتداد الجمهورية بالكامل، انت محتاج ايضا تجيب لها الوقود اللازم ليهم، وبرضو انت جزء كبير من ده انت بتستورده من الخارج. يتوقع موضوع محطات الكهرباء، تصوروا ان انتم محتاجين في اليوم 18,000 طن مازوت عشان نشغل المحطات بكامل طاقتها عشان توفر الطاقة في ظروف درجة الحرارة المرتفعة اللي مرت علينا خلال الايام اللي فاتت، ويمكن برضو هتبقى معانا شوية كده. انا بتكلم يعني اكتر من 500,000 طن مازوت في الشهر، تمنهم تقريبا يعني 300-350 مليون دولار. ده غير الغاز اللي احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني انتاجنا منه بيقدم جزء كبير جدا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي. يعني لو ما كانش الانتاج بتاعنا ده كان موجود دلوقتي كنا احنا هنبقى يعني في ازمه كبيره قوي الحقيقه. الحمد لله رب العالمين. انا بس حبيت ان انا اطمنكم واقول ان احنا قد تكون الاسعار بتاعت السلع مرتفعه، وده امر يعني محل تقدير مننا، والحكومه بتعمل دلوقتي على يعني مجموعه اجراءات تخفف من خلالها من اثار هذه الازمه. يتبقى طبعا الوضع في منطقتنا وفي العالم، وزي ما بقول دايما مصر دايما لها ثوابت في سياستها، بتتسم دايما بان هي تكون عامل استقرار في محيطها كالعاده، ودي مش انا بس اللي كنت حريص ان انا ادير سياستنا الخارجيه بالطريقه ديت، لكن اتصور ان احنا كان دايما مصر بتتسم سياستها بالتوازن والاعتدال، وما زلنا على كده. لا نتدخل في شؤون الاخرين، ونبقى عامل ايجابي دايما في ايجاد حلول للازمات المختلفه اللي بتمر بمنطقتنا، وهي كتير زي ما انتم شايفين. دول الجوار عندنا، أشقائنا في ليبيا، أشقائنا في السودان، بدون شك الأزمات دي لها تأثير علينا أيضا، ولكن احنا بنحاول نكون عامل إيجابي في إيجاد حلول لهذه الأزمات. ويمكن أنتم كنتم متابعين خلال الفترة اللي فاتت مؤتمر دول الجوار، وكان الهدف منه أن احنا بالتنسيق مع دول جوار السودان أن احنا نوجد مخرج أو حل سلمي لهذه الأزمة حتى تنتهي معاناة الأشقاء، ويعني تعود السودان مرة تانية. يا رب يوفقنا في هذا الأمر خلال فترة قصيرة إن شاء الله. ده تقريبا يعني ملخص الموقف، ودايما بقول اطمئنوا مش عشان احنا موجودين، لا عشان انتم موجودين، وقبلنا كلنا في ربنا موجود، واحنا دايما واحنا بنقول ربنا موجود، ربنا مطلع علينا وشاهد على ان احنا في بلدنا رغم الظروف الصعبة ديت حرصين على ان احنا دايما نعمل ونعمل بجد في كل القطاعات وفي كل المجالات، واحنا مصرين بفضل الله سبحانه وتعالى
ان موضوع الازمه الاقتصاديه دي نوجد لها حلول نهائيه، ومش هطول عليكم فيها، لكن عايز اقول ان لازم خلال خطه طموحه جدا جدا موضوع الاقتصاد والصناعه ومستلزمات الانتاج وتقليل فاتوره الاستيراد، بان احنا يبقى ليه عندنا بدائل في مصر او انتاج في مصر يغطي مطالب هذه المستلزمات او هذه المنتجات اللي احنا محتاجينها في حياتنا اليوميه. لو احنا قلنا ان فاتورتنا في السنه استيرادنا من الخارج اللي محتاجين له عمله حره سواء كان من سلع او من مواد بتروليه او من مستلزمات مختلفه لتدخل في الصناعه في مصر او ادويه، يعني اللي هو الاحتياجات الضروريه اللي ما نقدرش ابدا مهما عملنا ان احنا نقول ان هي مش اساسيه، بنتكلم في رقم كبير قوي. طول ما الرقم الكبير ده احنا مش قادرين نوفره بالعمل وبالتصدير وبتوفير بدايل ليه جوه مصر، احنا هنبقى بنعاني. وانا بقولها لكم بمنتهى الصراحه، لازم الموضوع ده بفضل الله سبحانه وتعالى نتجاوزه. ولما بتكلم على انتاج زراعي لثلاثة أربعة مليون فدان، ده رقم كبير قوي عشان يعني يقلل جزء من فاتورة استيراد السلع الغذائية. فمهما حتى كان انتاجنا الزراعي، اللي انا بقول بكل تواضع يعني ان احنا خلال سنة كمان بالكتير يعني هنكون دخلنا على خريطة سين اكتر من 450 الف فدان، وفي الدلتا حوالي 2 مليون فدان تقريبا، وتوشكا وشارع الاعانات زي يعني حوالي مليون كمان، ومناطق اخرى بني سويف والمنيا حوالي 60 الف فدان، كومومبا حوالي 150 الف فدان. كل ده يعني ما حد يسمعه يقول يعني كل الارقام اللي انت بتقولها بالاضافه للي كان موجود قبل كده ولسه لسه، لان احنا ما شاء الله يعني 105 مليون وفي 9 مليون موجودين معانا كمان محتاجين ان حاجتهم تبقى موجوده هنا في مصر. مش عايز اطيل عليكم عشان ما اخدش وقت الطابور منكم، سعيد باللي انا بسمعه وسعيد باللي انا بشوفه، وربنا يوفقكم. وانا قلت لكم قبل كده وبقولها دلوقتي ان الاكاديميه ما بقاش دورها فقط ان هي تقوم بتاهيل واعداد طلبه الكليات العسكريه، لكن هي بتقوم ايضا بدور، وانا باكده هنا، بدور في اعداد كوادر تدخل وتعمل في مؤسسات الدوله المختلفه. الناس اللي تتولى وظائف تبقى مسؤوله وتبقى مجتهده وتبقى امينه وتبقى مخلصه. فاحنا بنحاول ان احنا نساهم مساهمه في اعداد وتاهيل الكوادر ديت لمده 6 شهور مثلا، وبعد كده نشوف النتائج ديت هتبقى عامله ازاي. هل فعلا المسار ده بيحقق اللي احنا عايزينه، وفعلا بيبقى الاعداد والتاهيل اللي احنا عملناه جيد، ولا محتاجين نضيف عليه حاجه؟ مره تانية كل سنه وانتم طيبين، والناس اللي هتتخرج بهنيهم مبدئيا كده يعني، وان شاء الله الدفعه الجديده تدخل الكليه او تدخل الاكاديميه بالتوفيق كله. انا بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق، وربنا دايما يحفظكم ويحفظ مصر. شكرا جزيلا، سلام عليكم. كما تفقد عددا من مناطق تدريب الطلبة شملت المرور على ميادين الفروسية